طاير لانه هو سياسي محنك بعد. خير ان شاء الله. تسلم طال عمرك. انت كنت ما شاء الله في من اعضاء مجلس الامه. اي أيوة والله هذا بعد ابوه كان مبدر عبد الرزاق المطوع. اي والله المحبه من الله ترى. اي والله هلا هلا والله رحم الله والدكم. فكنت طال عمرك كنت دكتور ازمان دكتور العمير يعني عضو مجلس الامه وصرت وزير نفس الوالد سيد يوسف رفاعي وغيره. بس كنت انت يعني بالعصر الذهبي ايام السعدون وبعدين اللي وراه. فبرايك مجلس الامه يترنح يعني بين الصعود والهبوط ولا يعني مجلس الامه الان خلاص حكم عليه بالاعدام وحل ان شاء الله الدستوري اللي مقبلين عليه ونسال الله عز وجل ان يوفق هذا البلد بحكومه افضل ومجلس افضل. بس انا اشوف طال عمرك الحكومه زينه ما فيها شيء. عموما على كل حال اللي يقيم عمل الحكومه هم يعني والله صراحه انا الدكتور صباح الشيخ رئيس وزراء صباح الخالد يعني ما له علاقه في شخصيه بس قيمته شفت يعني خفه يعني نظافه اليد والاداء. مجلس الامه له الحق في تقييم عمل الحكومه وقد قال كلمته وبالتالي بعدين ما شاء الله وضعنا الاقتصادي زير يعني اداء الحكومه انعكاسه له يبقى بس هو الاستجواب انت ما دشيت فيه. لا لا اي والله هلا والله ما شاء الله محبينا وايد. انت ما عدا الدكتور المعتوق ايش رايك باستجوابك اللي سويته المعتوق كان مستحق ام لا؟ اكيد لولا انه مستحق ما قدمنا لكن على كل حال مو كنا انظلم. لا ان شاء الله ما في ظلم. شكرا حياك الله دكتور.